هلا رح نبلش نحكي عن شابتر الايزوتونيك سولوشنز. اول اشي رح نبلش نحكي عن خاصية الاسموسيس. طبعا احنا بنعرف وحكينا عن خاصية الاسموسيس بالشباتر اللي قبل، وحكينا انه انا لما بده يكون في عندي سيمي بيرميبل ممبرين وانا حاطه برا سولفنت وجوا سولوشن، فبالتالي حكينا حسب الكوليجيت في بروبرتيز، فمعناته رح يكون للسولفنت اسكيبنج تندنسي اكثر انه هو يدخل من خلال السيمي بيرميبل ممبرين لجوا السولوشن. واحنا عرفنا انه السيمي بيرميبل ممبرين بس بيسمح للسولفنت انه هو يدخل، تمام؟ طبعا بيضل الارتفاع السولوشن يطلع لحد ما يصير الهايدروستاتيك بريشر بيساوي الاوزموتيك بريشر، فبالتالي بيتوقف. هل لازم اعرف انه في عندي ثلاث انواع من السولوشن؟ النوع الاول اللي هو الايزوتونيك سولوشن. شو يعني ايزوتونيك سولوشن؟ يعني انا بكون حاطه فرضا، لو احنا طبعا هون لانه احنا بدنا نحكي عن السوائل اللي طبعا اللي راح نستخدمها لجسم الانسان، فمثلا لو افترضنا انه كان في عندي هون خليه وهون كان في عندي خليه، وهدول الخليتين انا كنت حاطيتهم جوا محلول، فبالتالي اول اشي انا لازم يكون عندي المحلول الخارجي لازم يكون الكونسنتريشن له نفس قيمة الكونسنتريشن للمحلول اللي موجود جوا الخلية. فبالتالي لو رمست للكونسنتريشن الخارجي بسي 2 وللكونسنتريشن اللي جوا الخلية بسي 1، فبالتالي بوضعية الايزوتونيك سولوشن لازم يكون عندي سي 1 يساوي سي 2، تمام؟ هلا لو انا بدي اجي احكي عن الهايبرتونيك سولوشن، شو يعني هايبرتونيك سولوشن؟ بمعنى انه لازم او انا بيكون عندي سي 2 اكبر من سي 1، فبسبب هاي الحركة رح ينتقل حسب الأسموسز السائل من جوا الخلية لبراها، من جوا الخلية لبراها، فبالتالي بصير في عندي شرينك بالخلية وبتخرب الخلية وبتموت. هاي بحالة إيش؟ بحالة إحنا عمالنا بنحكي عن الهايبرتونيك سولوشن، هايبرتونيك. طب أنا لو بدي أجي أحكي عن آخر نوع اللي هو من اللي هو الهايبوتونيك سولوشن. الهايبوتونيك سولوشن انه انا راح تكون عندي الخليه موجوده بسولوشن بس الكونسنتريشن للسائل اللي جوا الخليه اكبر من الكونسنتريشن للسائل اللي برا الخليه، فبالتالي السائل راح يدخل جوا الخليه وراح يعمل للخليه سولوينج، وبعدها ايش؟ وبعدها راح يصير في عندي رابتشر للخليه تنفجر وتموت. فبالتالي انا لو بدي اجي اصنع سولوشن، هذا السولوشن ادخله على جسم الانسان سواء كان بقطره عين، سواء كان بفايلز، او سواء كان بالكانيولا، تمام، اللي هما الانترافينس، سواء كان انترافينس او سواء كان اوفثالميك اللي هو من خلال العين، او سواء كان نيزل، او سواء كان من خلال الانترافينس اللي هما الابر، ضروري انه هذا السولوشن يكون ايش؟ يكون ايزوتونيك للسولوشنز الموجوده جوا الجسم وللسولوشن الموجود جوا الخلايا لحتى الجسم ما يرفضه لحتى الجسم ما يتضرر، تمام. هلا بس هون نحكي اشي خفيف انه بالنسبه لفكره الايزوتونيسيتي، الايزوتونيسيتي او الايزوتونيك سولوشن رح يكون انا في عندي حركه للداخل للمي وحركه للخارج، بس لازم افهم انه نفس كميه المي اللي بتدخل نفس كميه المي اللي بتطلع، فبالتالي رح يكون عندي النت زيرو. بينما في وضعيه لما يصير انا في عندي هايبرتونيك، فبالتالي رح يكون في عندي انا النت رح يكون ايش؟ رح يكون اوتورد، فبالتالي رح يكون في عندي شرينكج. نفس الفكره بالهايبوتونيك، رح يكون انا في عندي نت بس النت هاد شو رح يكون؟ انورد، فبالتالي رح يصير في عندي رابتشر للخليه ورح تخرب. هلا انا بدي احسب التونسيتي للسولوشن اللي انا بدي اصنعه لحتى ادخله على جسم الانسان، فبالتالي بهاي الحاله انا رح احتاج لواحد من الكوليجيت في بروبرتيز اللي هو ايش؟ الدبريشن بالفريزنج بوينت. هلا هو شو بحكي لي؟ بحكي لي انه انا اي سولوشن او يعني سولوشن جسم الانسان الفريزنج بوينت لإله سالب 0.52 سيلسيوس is the freezing point of both human blood and lacrimal fluid، تمام؟ فبالتالي هاي الفريزنج بوينت corresponding لconcentration قيمته 0.9% in ACL اللي هو تماما corresponding ل 0.154 مولر سولوشن. يعني أنا لما بدي أصنع أي فلويد وبدي أدخله على جسم الإنسان المفروض يكون هذا الفلويد الكونسنتريشن لإله لحتى يكون ايزوتونيك للسولوشن الموجود بجسم الإنسان لازم يكون الكونسنتريشن لإله 0.9% أو 0.154 مولر. طبعا هاي القيمة تساوي هاي القيمة. كيف حولناهم؟ حكينا أنه أنا في عندي اللي هي عبارة عن weight per volume، يعني 0.9 جرام لكل 100 ml. هلأ أنا شو بدي؟ بدي المولاريتي،
بدي يعني بدنا المولر كونسنتريشن. المولر كونسنتريشن هو عبارة عن النمبر اوف مولز على الفوليوم باللتر ان 1 لتر. تمام. فبالتالي اول اشي انا شو رحت عملت؟ رحت حكيت اذا انا كان في عندي 0.9 جرام في 100 بألف كم؟ فطلع عندي 9 جرامات. هاي 9 جرامز بدي اقسمها على الموليكولر ويت اللي هي 58.4، فراح يطلع عندي 0.154 مول. هاي اقسمها على 1 لتر، لانه انا اساسا هون شو عملت؟ انا هون اساسا طلعت ال 0.9 جرام ب 100، يعني انا هون طلعت الكميه اللي موجوده ب 1000، فمعناته هاي عادي راح اقسمها على 1 بيطلع عندي 0.154 مولر. تمام. فمشان هيك بنحكي انهم متساويين التو كونسنتريشنز. anyway حكينا انه احنا شو بدنا نعمل؟ بدنا نستخدم الكوليجيت في بروبرتيز اللي هي الدبريشن اند ذا فريزنج بوينت. فبحكي انه عندي دلتا تي اف بتساوي الكوركشن فاكتور كي اف اللي هو الكريوسكوبيك كونستانت ب ام. بعدين شو رحنا احنا بدنا نرتب شوي، فحكينا انه دلتا تي اف بدل ما انا احط اي في كي ام حطيت قيمتها ال. تمام. هلا هذا ال رح يعتمد على الكوركشن فاكتور. بعدين حكينا انه طالما انا بدي احكي عن ايزوتونيك سولوشن فبالتالي بسميها ال ايزو. طبعا الكالكوليشن بدايه رح تكون بسيطه جدا، انه هون شو طالب مني؟ طالب مني احسب ال ايزو ومعطيني كل يعني كل المعطيات اللي انا بدي اياها. تمام. يعني في احتمال انه يجي عندنا سؤال زي هيك ويكون سهل. تمام. بس طبعا عندي ايش بالميثودز اللي بعد رح نركز على طريقه الحل اكثر من هيك. تمام. هلا هون شو بحكي لي؟ انه انا عندي قيمه ال اي رح تعتمد على مين؟ رح تعتمد على الكوركشن فاكتور اللي هو اي. فبالتالي غالبا بنحكي انه الالكترولايت اللي رح يكون لها نفس قيمه اي فمعناته رح يكون لها تقريبا نفس قيمه ال اي. تمام. طبعا هاي في حاله ايش؟ في حاله لو احنا كنا نحكي عن هايلي دايلوتد كونسنتريشن، او لما انا مثلا يكون في عندي ما يكون السائل كتير كونسنتريتد، فبالتالي ما في عندي انتر ايونيك انتر اكشن اللي كنا نحكي عنها، انه انا ممكن قيمه الكوركشن فاكتور تكون اقل من الواقع. تمام. في هاي الحاله هون احنا نلغي كل شيء، لانه لازم اعتبر انه انا عندي الكونسنتريشن جدا قليل. تمام. برضو بنرجع وبنعيد هاي الجداول مش حفظ. تمام. هلا بدنا نبلش نحكي عن methods of adjusting tonicity. يعني أنا صنعت solution وهذا solution بدي أدخله على جسم الإنسان بس طلع مش isotonic، كيف بقدر أصلح الغلط اللي أنا وقعت فيه؟ أو كيف بقدر أخلي هذا solution tonic؟ ففي عندي إيش؟ في عندي 3 methods. طبعا method رقم 3 محذوف. بضل عندي إيش؟ بضل عندي method 1 و method 2. method 1 اللي هو ال cryoscopic method، من اسمه cryoscopic method فمعناته رح اعتمد على الفريزينج بوينت فيه. والميثود 2 NaCl equivalent method، يعني انا بدي اشوف شو الكميه اللي بتعادل ال NaCl ورح استخدمها بالطريقه. طبعا رح نشرحهم بشيء مفصل اكثر. هلا اول شيء حكينا ال cryoscopic method، حكينا based الكالكوليشن على الدلتا تي اف. يعني رح اركز بالميثود نمبر 1 على انه تكون الدلتا تي اف لا السولوشن اللي انا صنعته تساوي الدلتا تي اف للبلد. تمام. فانا هيك شو بكون؟ انا هيك بكون صنعت ايزوتونيك سولوشن على الكريوسكوبيك ميثود. نبلش نشوف هذا السؤال. شو حاكي لي؟ هاو ماتش ان اي سي ال. طبعا احنا هون لازم نعرف انه انا شو الاشي اللي راح استخدمه لحتى اعمل ادجستمنت للتوناسيتي. هو الان اي سي ال هو افضل ملح بيتقبل جسم الإنسان وبيكون وضعه طبيعي جدا بالجسم، ما بيعمل عندي irritation ولا بيعمل أي نوع من أنواع الالتهابات اللي هو مين؟ اللي هو الـ NaCl. فبالتالي هو اللي دائما أنا بستخدمه لحتى أعمل adjustment للسولوشنز اللي موجودين عندي. كمل حل السؤال. حكي لي إنه أول إشي أنا في عندي الـ concentration. تمام. ما أعطيني الـ concentration قيمته إيش؟ قيمته 1%. تمام. طبعا وما اعطيني ايش؟ ما اعطيني الموليكولر ويت للسولوشن، فبالتالي بيحكي لي ايش؟ واعطاني قيمه ال ايزو اللي هو ايش؟ 2.6. هلا اول اشي انا شو بدي اطلع؟ هو اعطاني اياها جرام بيرسنت. انا ما بدي اياها جرام بيرسنت، انا شو بدي اياها؟ انا بدي اياها مولر كونسنتريشن. تمام. لحد ايش؟ لحتى اقدر اطبق على القانون اللي هو الدلتا تي اف يساوي ال في سي. لا ننسى انه هاي سي هي عباره عن مولر concentration،
فبالتالي أول خطوة عندي شو لازم أعمل؟ لازم أحول هذه الكونسنتريشن لمولاريتي. فشو بدي أعمل؟ أول إشي C بدها تساوي النمبر أوف مولز على الفوليوم إن ليترز، تمام؟ هلأ أنا لازم أركز شو يعني 100، يعني أنا في عندي 1 جرام بمية مل. طب المية ام ال كم لتر؟ اللي هو عبارة عن 100 على 1000، فبيطلع عندي 0.1 لتر. هاي جهزت المقام، شو بضل عندي؟ بضل عندي المولز. المولز هي عبارة عن ويت على موليكولر ويت. الويت هاي جاهز 1 جرام عندي على الموليكولر ويت لل NaCl لل HCl سوري، أعطاني إياها بالقانون اللي هو إيش؟ 312.79. فطلع كامل المولر كونسنتريشن من هون، طبعا أخذ هاي القيمة بعدين قسمها على 0.1 فطلعت معه 0.032 مولر. هاي أنا جهزت المولر كونسنتريشن. فشو صار عندي؟ صار عندي الدلتا تي اف بدها تساوي الايزو ضرب المولر كونسنتريشن. الايزو كم قيمته؟ اعطاني اياه بالسؤال 2.6 ضرب المولر كونسنتريشن اللي هو قيمته 0.032، فطلع عندي دلتا تي اف 0.08 سلسيوس. هلا احنا هون شو في عندي؟ اذا طلع في عندي مشكله انه انا هذا السولوشن اللي موجود عندي، احنا دائما دائما كنا نحكي ايش؟ انه المفروض يكون الدبريشن بالفريزنج بوينت للسولوشن اللي انا بدي اياه اللي هو الايزوتونيك 0.52 سلسيوس. هاي المفروض دائما تكون القيمه موجوده، بس انا هون شو طلع عندي؟ طلع عندي 0.08. فبالتالي انا المفروض هل هذا هو عباره عن الفرق بالفريزنج بوينت، انا المفروض الفرق يكون هاي القيمه. فشو لازم اعمل؟ لازم اقلل من الفريزنج بوينت للسولوشن اللي موجود عندي لحتى يصير الفرق 0.58، يعني مشان اكبر الفرق. تالي شو لازم اعمل؟ لازم اقلل من الفريزنج بوينت. فحكينا انه لما انا بدي طلع عنا الفرق بالفريزنج بوينت 0.08، هلا المفروض بالايزوتونيك سولوشن تمام يكون عندي الفرق بالفريزنج بوينت 0.52 سلسيوس. فبالتالي انا المفروض شو اعمل؟ المفروض اعمل لورينج بالفريزنج بوينت. ليش؟ هلا انا المفروض انه انا يكون عندي الفرق 0.52 تمام، فيعني ايش؟ المفروض يكون الفرق ما بين درجتين الحراره كبير اكبر من هذا الفرق. فمشان انا اكبر الفرق شو لازم اعمل؟ لازم اقلل من الفريزنج بوينت تمام. فبالتالي كم لازم أقلل من الفريزنج بوينت؟ بطرح 0.52 - 0.08، طلع معي الجواب 0.44 سلسيوس. هلأ المفروض شو أعمل أنا؟ المفروض أقلل الفريزنج بوينت بهاي القيمة. لما بقلل الفريزنج بوينت بهاي القيمة بيطلع عندي الفرق 0.52، بصير أنا في عندي isotonic solution. هلأ لو أنا كان عندي الـ 0.9، هلا طبعا احنا عرفنا قديش لازم انا اقلل، فبالتالي ايش هلا بدي اعرف قديش لازم اضيف ان اي سي ال على السولوشن اللي انا حضرته لحتى ايش؟ لحتى احوله لايزوتونيك سولوشن تمام. هلا ال 0.9 جرام اللي محطوطين ب 100 ام ال كانوا بيعملوا دلتا تي اف قيمتها 0.52، طيب انا بدي اشي يعمل لي 0.44 سلسيوس. فبالتالي شو بعمل؟ بحكي ال 0.9 تعمل لي 0.52، طب 0.44 قديش بيعمل لي اياه؟ بيطلع عندي 0.76 جرام من ال NaCl لازم ينضافوا. يعني هلا انا شو كنت عامل؟ كنت عامل سوليوشن، هذا السوليوشن هو عباره عن 100 مل، كنت حاطه فيه ابومورفين HCl، كنا احنا مدوبين فيه ابومورفين HCl تمام، بس هو ما كان isotonic solution. فأنا شو عملت؟ أضفت عليه، المفروض أني أحط عليه كمان إضافة اللي هو 0.76 NaCl لحتى إيش؟ لحتى يصير عندي isotonic solution. يعني أول solution كان
الدلتا تي اف لإله بدون الـ NaCl كان 0.08، فهو ما كان isotonic solution. فأنا مشان أعرف أو مشان أعمله isotonic solution شو عملت؟ حكيت إنه أنا لازم أعرف قديش لازم يكون عندي depression بالفريزنج بوينت. هاي أول خطوة، عرفت قديش المفروض يكون عندي depression بالفريزنج بوينت، بعدين عملت النسبة والتناسب وطلعت كمية الـ NaCl. هاي هي إيش؟ هاي هي أول طريقة اللي هي الكريوسكوبيك ميثود. هلأ الطريقة رقم 2 اللي هي إيش؟ اللي هي الصوديوم كلورايد إكويفالنت ميثود. طريقة تانية شو بتحكي؟ إنه أنا المفروض أحط كمية من الـ NaCl تساوي 1 جرام من الدراج، تمام؟ طبعاً هون أنا في عندي اشتقاق للقانون، ما رح يهمني وما بهمني، بهمني هذا القانون بس، تمام؟ إيه اللي هو الإكويفالنت؟ 17 ضرب الإيزو بالمولكولر ويت للدراج وليس للـ NaCl، تمام؟ أوكي. هلأ هون حاكي لي احسبي لي قيمة E. طبعا هون عند ايش قيمة E؟ راح تكون بالطريقة المباشرة تماما على القانون، تطبيق مباشر. في احتمال يجي زي هيك، بس الاحتمال الأكبر انه يجي عندي سؤال مثل هاد. نفس الخطوات تماما راح نمشي عليها، ما راح يتغير عندي ولا اشي. بس شو الفكرة هون؟ انه اول اشي راح احسب الـ E اللي هو الـ equivalent، تمام؟ الـ E راح يكون دائما حسابها مباشر، ما في فيها ولا اشي. بنحكي 17 ضرب الـ L-Iso بكون معطيني إياه بالسؤال، نوكلير ويت للدروج، كل شيء بيكون تمام، فبالتالي طلع معي 0.14 جرام. طب شو يعني 0.14 جرام؟ 0.14 جرام هاد معناته إنه هاي عبارة عن كمية الـ NaCl اللي equivalent للواحد جرام دروج، تمام؟ هلأ لما هو يحكي لي إنه أنا المفروض 0.9 جرام، لما كنا نحكي عن التوناسيتي بالأول كنا نحكي إنه 0.9 جرام بالمئة ml رح تعمل عندي دلتا تي اف قيمتها 0.52. طيب أنا لو كان شو هي الكمية اللي أنا المفروض أضيفها من الـ NaCl على الدواء اللي موجود عندي لحتى يرجع تونيك؟ فبحكي انه انا اساسا الايزوتونيك سوليوشن 0.9 كان في كمية الـ NaCl، والسوليوشن اللي انا موجود عندي فيه ايش؟ فيه 0.14، تمام؟ فبالتالي شو بضل عندي؟ بضل عندي 0.76. هاي عبارة عن كمية الـ NaCl اللي لازم اضيفها على السوليوشن اللي عندي لحتى يطلع ايزوتونيك سوليوشن. هلأ هون انا ليش خليت قيمة الـ 0.14؟ تمام، لانه هو حكالي انه انا شو عندي؟ انه انا عندي 1 جرام. طب مثلا لو هو حكالي انه انا كان في عندي 2 جرام، فشو بعمل؟ بحكي انه انا كان في عندي 0.14 بال1 جرام، بال2 جرامز كم عندي؟ وبعوضها هون مكان ال0.14، تمام؟ اذا بدنا ننتبه على الكميات بالامتحان، مش دائما رح تكون 1%، مش دائما رح يكون في عندي 100 ml، فبالتالي ما ننسى النسبة والتناسب دائما، تمام؟ إذا نحكي الفرق بشكل عام ما بين الطريقة الأولى اللي هو الكريوسكوبيك وما بين الصوديوم كلورايد إكويفالنت ميثود. الطريقة الأولى بتركز على الدلتا تي اف، إنه بهمني أنا بالأول أطلع قيمة الدلتا تي اف، تمام، للسوليوشن اللي موجود عندي، بعدين بحكي إنه 0.52 ناقص القيمة اللي أنا طلعتها، رح تطلع عندي دلتا تي اف جديدة. بعمل نسبة وتناسب ما بين الـ 0.9 بالدلتا تي اف تبعتها مع الدلتا تي اف الجديدة اللي طلعت عندي، وبطلع كمية الـ NaCl. برجع وبعيد انه لو كان هو حاكي لي بالسؤال انه انا ما في عندي 100 ml، يعني فرضا لو كان هون حاكي لي انه انا في عندي 50 ml مثلا، تمام؟ فبالتالي شو بحكي؟ انه انا بلزمني 0.9 ل100 ml. طب ل50 ml كم رح يلزمني؟ حيطلع عندي نص هالقيمة اللي هي 0.545، تمام؟ فرح تطلع هاي القيمة هون، فبالتالي بعوض مكان هاي بشطب عليها، بعوض مكانها 0.45 minus 0.14،
تمام، لازم دائما نركز على التوتال فوليوم، ضروري نركز على التوتال فوليوم، كم عندي وزن، هل عندي 1 جرام ولا عندي اكثر من 1 جرام. لازم نركز على هاي العلاقه، انه 0.14 كانت ايكوفالنت ل 1 جرام. لو كان هون في عندي 2 بحكي له 0.14 ايكوفالنت ل 1 ايكوفالنت ل 2 كم، وبعوض هون القيمه راح تتغير. تمام، فلازم ننتبه دائما دائما، لازم ننتبه على الكميات اللي موجوده عندي بالسؤال. هلا اخر سؤال هون، وهذا السؤال كتير مهم. هون الفكره بشكل عام انه انا مش عم بحضر سولوشن من دواء واحد، عم بحضر سولوشن من دوين. كل دواء بشتغل له حساباته لحاله تماما، وبعدين شو بعمل بعدين؟ بجمعهم مع بعض. يعني هون هو عم يشتغل على الايكوفالنت ميثود، بطلع للفينكين بطلع قيمه ال NaCl له لحاله، بعدين بطلع للبوريك اسيد قيمه ال NaCl له لحاله، بعدين لما بدي اجي اطرح من ال 0.9 بجمع القيمتين مع بعض وبطرح من ال 0.9. تمام، حكينا نركز دائما انه انا شو عندي، انه انا عندنا 100 ml. تمام، وبس. يعني هذا السؤال كتير مهم، واحتمال انه يجي مثله بالفاينل.